خوتنا مرحبا بكم على توجور من صفحة أفافيقة من قناة أفافيقة خوتي إلى عائلتنا ومرحبا بكم خوتي وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن تاعكم خوتنا وكنا عند كلمتنا وصافي بليزير خوتنا اللي استفادوا معنا يعني من المسابقة هذه اللي درناها ومازال كاين مسابقات كبرى خوتنا وما تنساوش لي جامو لي كومونتير ويزابوني بيان سور خوتي ها معكم الأخ وليد أو رايح دوكا البنتنا خوتنا راه خارج راح يلحق سلعة الناس كما وعدناهم خوتي وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن تاعكم خويا وليد نبداو في الأوروبي خوتي بسم الله المفاجأة الأولى إن شاء الله بربي راح نديروها لكم كادو نتهلاو فيكم مليح أثاث ثقة كما وعدتكم راه يبات ما شاء الله وان شاء الله ربي يوفقنا هذا نقدرك نسال ربي خويا ايتو وليد نشدو هذوك لافيسال تاع الناس ان شاء الله نلحقوهم لهم يعني سالمين ومعافيين بسم الله قال بزاف وليد خاوتنا كيما راكم تلاحظوا سلعة الناس راهي رايحة ان شاء الله تلحق اليوم معافية خاوتنا وسليمة وكيما نقولوا احنا يعني ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن تاعكم خاوتي ومبروك على اللي فاز ويعطيكم الصحه خاوتنا على المتابعه هذه وربي يحفظكم والله ينوركم خويا وليد كلمه الاخيره راح باتنا سخانه يا خويا ريح معنا بس السنه ولا في باتنا ان شاء الله نديروا الله يحفظكم خاوتي يعطيكم الصحه سلام السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتنا إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير خوتي راح نلحقوا الأمانة لمواليها وإن شاء الله يعني يكونوا عند حسن الظن تاعهم خوتنا ودعيوا لنا إن شاء الله خوتي نلحقوا بخير وربي يحفظكم الله يعطيكم الصحة وشكرا على المتابعة تاعكم خوتي ونشكر لي زابوني الأوفياء تاعنا ونشكر جميع تراب الوطن خوتنا ومرحبا بكم الثقة في خدمتكم 24 ساعة على 24 ساعة سلام كما راكم تشوفوا الحراره وشباب ان شاء الله نوصلوا بخير انا رايحين لولايه باتنا ان شاء الله خاوتنا وما تنساوش خاوتي لي جامو لي كومونتير ولي زابوني بيان سير خاوتي وكما يقول لك ربي يحفظكم ان شاء الله يخليكم لينا خاوتنا ورانا عائله واتت ثقه خاوتنا هي اللي راح تعمر لكم داركم ان شاء الله وكما يقول لك يعني ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن تاعكم خاوتي خويا وليد ولايه البويره ان شاء الله احنا كي نلحقوا العائله ان شاء الله نصيبوهم فرحانين وما كيف فرحوا شغل فرحنا حنايا وحنا رانا فرحانين كي رانا رايحين لهم وصافي بليزير ونسبتنا مشكورين ربي يحفظكم ان شاء الله خوتي ويعطيكم صحه وبارك الله فيكم زيدوا قعدوا معنا خوتنا راكم رايحين تروحوا تكملوا معنا طريق ان شاء الله باذن الله وان شاء الله نكونوا كاع في التحويسه ما شاء الله خوتنا وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن تاعكم خوتي راقبونا خوتنا اكتبوا لنا ملي جابوا لي كومونتير ولي زابوني بيان سور خوتنا يعطيكم الصحه وبارك الله فيك طريق خوتي خويا وليد واش تقول لنسبتنا خويا العزيز رانا جايين والله نستناونا رانا جايب لكم الهديه ورانا دائما في خدمه اثاث ثقه ومرحبا بكم اي وقت خوتنا كيما قال لكم الاخ وليد خوتي اكثروا لنا ملي جامو لي كومونتير ولي زابوني بيان سور خوتنا اثاث ثقه توجور في خدمتكم خوتي ليل ونهار ونشكر الرجال اللي راهم واقفين عليها ونشكر العمال المخازن ونشكر يعني العمال اللي راهم وراء الشاشه نشكر اصحاب النقل خوتنا ربي يحفظهم الله يخليهم لينا ان شاء الله وعمالي بيان سور خوتنا ربي يحفظكم تابعونا مازال ما لحقناش خوتي رانا في طريق ان شاء الله نلحقوا بخير على خير انا في مدينه العلماء خاوتنا ومرحبا بكم خاوتي يعني كما يقول لك اثاث ثقه في خدمتكم 24 ساعه على 24 ساعه خويا وليد ناس العلماء واش تقول لهم السلام عليكم ورحمه الله
الله مرحبا بكم، رانا في العلماء ورانا ندير الامانه تاع الناس، وان شاء الله نلحقوا بخير واثر ثقه دائما في الخدمه. وكما وعدتكم كي تفرحوا نتوما نفرحوا حنا، وهذا من فضل ربي سبحانه وربي قدرنا ورانا في العلماء. واثر الثقه توجور خاوتنا كما راكم تشوفوا عمالي. السلام عليكم. اثر الثقه خاوتي، يعني راه في خدمتكم 24 ساعه 24 ساعه خاوتنا. ها اللوغو تاعنا، ومرحبا بكم في ولايه بازا مدينه القليعه بحي كركوبه جنب مخبر تحاليل الدم خاوتنا. رانا لتما خاوتي، ويعطيكم الصحه بارك الله فيكم، تابعونا خاوتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خاوتنا. رانا حقنا مدينه مروانه، ان شاء الله رانا نستنوا في السيد راهو جاي قيدينا باش نلحقوا ليه لدارو. يعني ناس بلديه مروانه، مرحبا بكم عندنا في اتد الثقه، وربي يحفظكم الله يعطيكم الخير خويا وليد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رانا لحقنا مدينه مروانه، مدينه مروانه رانا نعيطوا للسيد باش يجي لينا ونروحوا ليه نطلوا الامانه تاعو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتنا، مرحبا بكم، ورانا وصلنا بخير عند خونا، وربي يحفظه وتهلا فينا ويعطيه الصحة. وكما أقول لك يعني أثر ثقة راهي في خدمتكم 24 ساعة 24 ساعة خوتنا. عمالي السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك عمالي؟ لاباس بخير؟ والله غير في نعمة الحمد لله. وصلنا لهم الأمانة والحمد لله. الحمد لله يا ربي. خوتنا مرحبا بكم. السلام عليكم. هاوليك خوتنا مول الطابلة هذا اللي فاز معنا، راهو فرحان والفايدة تاعنا كاع كي شفنا فرحان. راهم عند كلمتهم كيما تقولوا أنت، بالك تقولوا أنتم فيهم شتيقة ولا حاجة، هم عند كلمتهم وناس طيبين لاباس بهم، وشاركوا معاهم بالبزاف، وإن شاء الله ربي يحفظك خويا العزيز. تعيش خويا، عطينا كلمة تاعك. السلام عليكم خوتنا، هادو ناس ثقة. الله يحفظك خويا. مؤسسة أثاث ثقة. الله يحفظك خويا. كثر خيرهم بارك الله فيهم. كثر خيركم خويا. الله يحفظك خويا. خويا وليد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا أسامة، رانا في مروانة. مدينة ولاية بثنا. ولاية بثنا. أنا أخويا. رانا لحقنا ورانا عند الناس. وإن شاء الله يفرحوا كيفهم يفرحوا، أنا نفرح. يا خويا ربي يحفظك، والله يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. مازال زيدوا تشاهدونا خاوتنا. سلام. مرحبا بكم معنا توجور من صفحة أثر ثقة، من قناة أثر ثقة، قناتكم خاوتنا وعائلة عائلتكم خاوتي. اليوم رانا بلنا يعني خاوتنا، رانا جبنا لهم لاطاب بالكويزين تاعهم خاوتنا، وصبناهم فرحانين ورانا فرحانين معاهم خاوتي. يعني كيما يقول لك أثر ثقة راهي في خدمتكم خاوتنا. ما تنساوش لي جامو لي كومونتير ولي زابوني خاوتنا، شاركوا في المسابقة الثانية. وكيما يقول لك يعني اكتب اسمك ولقبك والولاية تاعك خاوتنا، راك راح تحصل معنا يعني لا فيديو تاع المسابقة رانا حطيناها. أثر ثقة راح تقولكم بجديد خاوتي، ومرحبا بكم في اي وقت خاوتنا. هاملي كيما راكم تلاحظوا فيهم خاوتي، يعني ربي يحفظهم. وشغل الابتسامه هذيك اللي راهي راح تفرحنا خاوتنا. خويا سليمان تفضل. السلام عليكم. واش راك حبيبي؟ لاباس خويا، صحتك بيان؟ كثر خيركم بارك الله فيكم. الله يحفظك خويا. تعيش الجائزه. الله يحفظك خويا. الجائزه دوك نقولوها لهم، خلوها لهم سوبريز، ونقول لكم ان شاء الله اشتركوا في مؤسسه اثاث الثقه. راهي كاينه صالو ان شاء الله تدي انت خويا سليمان. خويا فريد مرحبا بك، الملائكه خاوتنا الملائكه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. فرحتونا ان شاء الله. ربي يحفظك خويا. بارك الله فيكم بالجائزه هذه، وراكم ناس ثقه ثقه ثقه، وعند كلمتكم، ويعطيكم ربي ما تتمناو. وناس واش حنقول لكم، شاركوا شاركوا الماكسيمو، ان شاء الله يطيح ان شاء الله يطيح زهر واحد منكم وتفرحوا ان شاء الله. تعيش بارك الله فيكم. بيبون صاحبي خويا، واش راك هنوني؟ صافا راك نعساني واحد ستود. خاوتنا كيما وعدناكم خويا وليد توجور حاضر معنا. رانا في الخدمه خويا اسامه، وان شاء الله كيما يفرحوا هما كي هما يكونوا فرحانين حنا نفرحوا. واثر ثقه ديما في الخدمه، ومرحبا بكم عندنا في الحانة خاوتنا. هاي لي كلاس سوبريز ديالهم، لاطابل ديالهم جبنا لهم بيان بلا فيسال تاعها كيما راكم تلاحظوا خاوتنا، يعني تحفه ما شاء الله. لاطاب كاتشيس كيما راكم تلاحظوا فيها خاوتي. خاوتنا راح نختموا لكم هاد لا فيديو خاوتنا، ما عليكم غير ابلي جامو لي كومونتير ولي زابوني بيان سور خاوتي. واثر الثقه راه في خدمتكم خاوتنا، واثر الثقه صح اثر الثقه خاوتنا. وصدقوني يا خاوتي رانا فرحانين كيما راكم نتوما فرحانين خاوتي، ونشكركم على المتابعه خاوتنا. ان شاء الله ما نكونوش ثقال عليكم خاوتي، ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاوتنا، راهي الوحدة ونص تاع الصباح، راهو استقبلنا خونا ربي يحفظه.
رانا كيما يقول لك رانا موصلين الامانه تاعو للدار خويا وليد. كي تشوفوا بينكم رانا لحقنا لبيتنا عائله ثانيه اللي استفادت معنا بطابشاز طابشاز سي شاز و بالبركه عليه وربي يوفقه ورانا هنا في الخدمه ومازال تزيدوا تابعونا خاوتنا وربي يحفظكم الله يعطيكم الصحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خاوتنا مرحبا بكم انا توجور في صفحه اثر الثقه كما قلناكم خاوتي اثر الثقه تواصل معكم دائما بالجديد خاوتنا وكنا عند كلمتنا ورانا وفينا يعني اخونا لاطابل تاعو سي شاز اللي تحصلنا في المسابقه وشارك معنا وربي يحفظه وكبر بينا وتهلا فينا والله يعطيه الصحه وكما يقول لك يعني خاوتنا مكثرونا بلي جاو لي كومونتير ولي زابوني بيان سور. خويا السلام عليكم. السلام واش راك حبيبي؟ لاباس بخير صافي. نقدم لكم خونا اللي راهو فرحان يعني كي راهو فرحان وحنا ثاني رانا فرحانين خاوتنا. شوف ديك التبسيمه الله يبارك خاوتي. خويا واش رايك في اثر الثقه؟ والله خويا يعطيكم الصحه ما شاء الله الله يبارك الله يحفظك خويا العزيز. ليه من تهدي يعني شغل هذه الهدية تاعك هذه يعني شغل والله غير صدقوني يا خوتي غير راهو من الحشمة شغل راهو من الفرحة خوتنا راهو حشمة بزاف بزاف. وخوتنا واش حابين نقول لكم خويا وليد ولاية بيتنا كيفاش؟ ولاية بيتنا ما شاء الله وآخر منا ما شاء الله وآخر كيف راحنا نفرحوا أثر الثقة دائما في الخدمة كيما وعدتكم خونا خاوتي يعني خليناها لكم سوبريس خاوتي. خونا شو على واش تحصل على طابله سيشاز كيما راكم تشوفوا فيها خاوتي بهاد لافيسال تاعها خاوتنا صدقوني غير تحفه ما شاء الله وبالبركه عليه ويسهل ما اكثر. وخونا زيد شارك معنا في المسابقه خويا ما تعجبش انا حاطين المسابقه ثاني صار خاوتنا مسابقه اثنين خاوتنا راح نكونوا يعني عند حسن الظن تاعكم ان شاء الله خاوتي. ماليكم غير بلي جابوا لي كومونتير ولي زابوني بيان سور خاوتنا وكما يقول لك يعني سمحوا لنا عطلناكم سمحوا لنا لك شغلنا غلطنا معاكم خاوتنا ويعني نشكر جميع المسؤولين تاع المؤسسه هذه خاوتنا وربي يحفظكم والله يعطيكم الصحه معكم اسامه يعطيكم الصحه سلام.